السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وألف صحة وراحة بال. النهاردة هنعمل طريقة عمل الحواوشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معانا 5 بصلات او 6 على حسب، ومعانا 1/2 كيلو لحمة، ومعانا قرنين فلفل شطة، ومعانا قرن فلفل رومي. ولو انت مش بتحب الشطة اكتفي بالعادي، يعني اللي هو مش سبايسي او مش حار، وخلاص. بعد كده هفرم البصل هنا بعد ما غسلته وقشرته، هفرمه في المفرمة دي، وبعد كده هحط اللحمة علشان انعمها شوية. هبدأ ان انا احطها في المفرمة، وهبدأ ان انا افرم، وهبدأ اخلط كل المكونات دي مع بعضها علشان تنعم معايا، وتبقى طريقتها سهلة جدا وبسيطة بإذن الله، وان شاء الله تنول اعجابكم، ومش هتبطلوا بإذن الله ان انتوا تعملوها. حبيت اكسر الروتين في يوم فطار رمضان، وحبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة، فعملت حواوشي. معايا 2 معلقة فيجيتار حار او عادي ايا كان اللي عندك، ومعايا 2 معلقة فلفل اسود كبيرة هحطها، وابدأ ان انا اقلب اقلب. ومعايا برضو طماطم، انا هعمل المرة دي الحواوشي بالطماطم، هقطعها عليه زي السلطة كده، هتبقى طريقتها حلوة جدا وطعمها جميل. هنحط حبة زيت علشان طبعا احنا مش هندهن العيش بزيت خالص. دي طريقة سهلة جدا وبسيطة، وبرضه هنسويه فوق البوتاجاز بطريقة سهلة وزي المحلات بإذن الله، والريحة هتجيب لآخر الشارع بطريقة برضه مختلفة وسهلة جدا ومش مكلفة. 1/2 كيلو هتعملي وجبة كبيرة. هبدأ العيش العادي ده، هبدأ ان انا افتحه كده وهعمله زي ما احنا شايفين. هتبدأي تحطي وتضغطي كده علشان الخلطة تبقى متماسكة. هتملحي طبعا، هتملحي الحواوشي زي اللي انتي عاوزاه، يعني زي الطعم اللي انتي بتحبيه، سواء زايد ملح او ناقص ملح. طبعا طاسة هنا فيها حبة زيت، وهبدأ ان انا اضغط على الرغيف كده بحيث ان هو يستوي كويس جدا. برضو طريقته سهلة جدا، انت ممكن تسويه يعني في الفرن نفسه، بس انا بفضل الطعم اللي بيبقى فوق البوتاجاز بيبقى احلى من اللي بيبقى في الفرن نفسه. انا هنا بعد ما استوى انا رحت قلباه، وشايفين انا بضغط عليه بالمعلقة علشان يبقى مستوي كده من جوه. اول ما الزيت يسخن هخليه على درجة حرارة متوسطة، هجيب منديل احطه في الطبق علشان احط عليه عشان يتصفى كويس معايا، هحط الرغيف التاني، وهكذا لغاية ما اخلص باقي الكمية. 1/2 كيلو لحمة يا جماعة انا مشترياها ب35، 1/2 كيلو. بعد كده هبدأ ان انا اخلص باقي كل الكمية اللي معايا على الطاسة. كل ما الزيت يقل هبدأ ان انا ازود حبة بسيطة كده من الزيت. ممكن تعملي جنب طبق الحواوشي ده حبة بطاطس محمرين، وطبق طحينة او طبق سلطة، حبة شيبسي، وهيعدي اليوم، وهيبقى وجبة سريعة وجميلة جدا. وان انت تكسري الروتين بتاع ان انت تطبخي كل يوم في رمضان، لا نوعي، ممكن تعملي حواوشي، ممكن تعملي كشري، اي حاجة يعني. طريقة بإذن الله مش مكلفة وطريقة سهلة جدا. هقول تاني يا جماعة، هقول تاني كمان، من 1/2 كيلو عملت الكمية، عملت 10 ترغفة، وجبة جميلة جدا وممتازة بإذن الله، تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا. شكرا جدا جدا للمشاهدة، مع السلامة.